انضم إلينا عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب دانا جزاء. يعني ما أبعاد وملفات الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي المرتقب؟ نعم، مساء الخير لحضرتك ولمشاهدي قناتكم المحترمة. طبعا بالنسبة للحوار الاستراتيجي مثل ما ذكر السيد أحمد الصحاف، يعني أعتقد هي خطوة مهمة جدا بالنسبة للبلدين، للعراق وللولايات المتحدة الأمريكية أيضا، من الناحية الاقتصادية والأمنية، ومن الناحية الاستراتيجية، ومن ناحية أيضا بناء علاقات مبنية على المصالح المشتركة للبلدين نعم. وعدم التدخل، ولكن دعم العراق. العراق في هذا الظروف يحتاج إلى دعم دولي ودعم إقليمي، خاصة من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية أيضا. فأعتقد هذا الحوار الاستراتيجي تكملة للاتفاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، ولكن هذا الحوار يحتاج إلى أن يتبنى من كل الأحزاب والكتل السياسية العراقية لكي يكون قرارا عراقيا بالتالي سيدي، شاملا. ما الذي تحقق في الجولة الأولى من ذلك الحوار حتى يعني تأتي هذه الجولة الثانية؟ ما الذي من الممكن بالتالي الحديث عنه أو ستتضمنه الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن؟ طبعا الجولة الأولى كان كلقاء أولي ومحادثة فلنقل بدائية وليس تفصيلية، وكان المحاور محاور عامة. نعم، قد ناقشوا بعض الملفات المهمة بين البلدين، ولكن بشكل عمومي وليس بشكل تفصيلي. الجولة الثانية يكمن في التفاصيل ويكمن في اللجان الفرعية واللجان الفنية أيضا، وهذا طبعا يكون محطات مهمة جدا للدراسة. ونحن نتمنى بأن يعني الجولة الثانية يعني نتوصل فيه إلى نعم. قرارات واتفاقات استراتيجية مهمة للبلدين، وخاصة العراق. يعني تفاوضه مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس في علاقة مع دولة أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية لديه ثقل كبير خاصة في العراق، ويؤثر على السياسة العراقية الخارجية والداخلية والاقتصادية أيضا. نعم، يعني يسبق الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن حراك دبلوماسي كبير يبدأ بزيارة وزير الخارجية الإيراني ظريف إلى بغداد العاصمة يوم الأحد، ثم زيارتين لاحقتين للسيد مصطفى الكاظمي إلى الرياض ثم طهران. إلى أي مدى بإمكان العراق أن يلعب دور الوسيط، أو دعنا يعني نسأل إلى أي مدى من الممكن للعراق أن يستفيد من ذلك الحراك الدبلوماسي؟ والله سيدتي، لا أقول العراق يلعب دور الوسيط، ولكن العراق هو المحور الاستراتيجي لهذه الدول اللي حضرتك ذكرتي، يعني الجارة إيران والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال. هذه الدول الثلاث ليس لديها علاقات مثل أي دولة أخرى، هذه الدول الثلاث لديها تأثيرات إيجابية وسلبية على العراق، ولديهم تأثيرات على السياسة العراقية الداخلية والخارجية والاقتصادية أيضا. فأعتقد هذا شيء طبيعي إذا هناك يكون حوارات جانبية بين العراق وإيران وبين العراق والسعودية، وحركة دبلوماسية نشطة هذه الأيام، لأن هذا الاتفاق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والحوار الاستراتيجي قد يتولد عليه تأثيرات على علاقة العراق بالدول الأخرى. فمن المرجح ومن المنتظر أيضا أن يكون للعراق موقف من تجاه هذه الدول. أنا أعتقد السياسة الذكية نعم. كانت من الولايات المتحدة الأمريكية في البداية، الخطوة الأولى، لأن هذه سياسة ذكية حيث يغير الولايات المتحدة سياسته من دولة، فلنقل بعض السياسيين يفسروه عدوانية أو معتدية على العراق، إلى دولة صديقة. وفي الحالتين للولايات المتحدة الأمريكية تأثير سياسي واستراتيجي على العراق، ولكن الآن نعم.
بعد هذه الحوارات يكون لدى الولايات المتحدة موقف آخر، موقف كصديق وداعم للعراق وعلى أساس اتفاقات سياسية، وهذه الاتفاقات مدعومة من نعم الكتل السياسية أيضا. نعم توضحت الصورة. عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب دانا جزاء، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.